السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم. دايما الإنسان بيكون محفوف بالمخاطر ومحفوف بأعين الناس وحسدهم، زي مثلا لما أنت تخرج للشارع، واحد ينظر لملابسك، واحد ينظر لجمالك، واحد ينظر لشعرك، واحد ينظر لهيئتك الجميلة وينظر لحسنك، فبالتالي تحس بإرهاق شديد جدا في جسمك وتحس إن عندك خمول شديد قوي. كل ده يا أخي الكريم بيكون عبارة عن عين أنت أصبت بيها. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه إن هو كان دايما بيرق نفسه قبل النوم، والطريقة سهلة جدا وهي موجودة في حديث صحيح في صحيح البخاري، تقدر إنك أنت ترجع ليه يا أخي الكريم. كل ما عليك إنك أنت تجمع كفيك كده وتنفث فيهم 3 مرات، وبعد كده تقرأ فيهم قل هو الله أحد 3 مرات هكذا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، 3 مرات. وبعد كده تقرأ قل أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وتقرأ قل أعوذ برب الناس 3 مرات أيضا، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بعد كده تحاول انك انت تدهن كل جسمك اللي تستطيعه، ما اقبل وما ادبر، وشك، ذراعاتك، كل عضو في جسمك تحاول انك انت تدهنه وتنام يا اخي الكريم. تعرف انك انت بالطريقة دي سبحان الله بتمسح كل الاعين اللي التصقت بك في يومك. تعرف انك انت بتكون وقيت نفسك من اذى الجن. عارف ان العين البشرية سبحان الله عبارة عن سهم من سهام ابليس، زي ما قال ابن القيم عليه رحمة الله، قال لك ان العين سهم من سهام ابليس، تارة تصيب الانسان، وتارة تخطئه، وتارة ترد على صاحبها، وتارة سبحان الله تتعلق بالجسد. يعني شيطان العين يتعلق بالجسد عندك بس مش قادر ان هو يدخل، مستني اللحظة الحاسمة اللي استطيع من خلالها ان هو يخترق جسمك. فعشان كده يا اخي الكريم حاول انك انت تعمل الرقية دي، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورقية صحيحة كان بيعملها يوميا، هتحمي نفسك من العين والحسد وتحمي نفسك من أذى الجن. جزا الله عز وجل خيرا كل من قام بنشرها وجعلها الله في ميزان حسناته. ليكم أنت بتحت، أنا أخوكم يوسف أحمد. ما تنساش لو عجبك المقطع ده تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الأحلام. أراكم الحلقة الجاية إن شاء الله.